بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب من الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مواصلة في يونيت 4 بين الرابعة، نتكلم عن هاب أو هاز. هاب أو هاز بمعنى يمتلك أو لدى. هاب أو هاز طبعا تستخدم كأفعال مساعدة في البريزنت بيرفكت، وده هي لاحقا إن شاء الله. أما هنا نحن نقصد بها فعل أصلي بمعنى يمتلك أو لدى. شوف هاب تستخدم مع ايه و has مع ايه. طيب I, we, you, they او اي اسم جمع نستخدم معها have. he, she, it اي اسم مفرد نستخدم has. شوف امثلة: I have a small hotel. هنا الفاعل I استخدمنا have. We have three sons. In the file we استخدمنا have. My sister has a big house. File my sister استخدمنا has لأنه my sister مفرد اللي هي تعني she. He has a job in the town. فايل هي استخدمنا has. والسلام عليكم ورحمة الله، نلتقي في درس آخر إن شاء الله.